الأهلي أعظم نادي في الكون. طبعا ببارك لأولادنا وبشكر كل الأولاد اللي شارك واللي ما شاركش النهارده، وبرضه بنقول ان احتكاك كويس جدا للأولاد. بقى لنا حوالي 6 سنين و7 سنين ما بنشتركش في البطوله دي بتاعت نادي الصيد. طبعا بنشكر كل مجلس اداره نادي الصيد وكل المنظمين على البطوله، بطوله ناجحه. يمكن بس انا كنت بكلم حضرتك، بس هي في كومنت صغير على مساحه المرمى، صغيره جدا على مساحه عرض الملعب، هي دي المشكله بس. لكن انا بقول الحمد لله الاولاد استفادوا، حتى الفرق اللي ما خدتش البطوله استفادت. يمكن منطقه الجيزه بتلعب عكس منطقه القاهره، بيلعبوا زياده ولا يعني لعيب، فدي برضو بتفرق معانا احنا. يعني احنا في القاهره لو بنلعب 5 الجيزه بتلعب 6، او بتلعب 7 الجيزه بتلعب 8، فيمكن دي برضو احنا مش متعودين عليها بقالنا فتره. لكن الحمد لله استفاده كويسه، وانا ببارك طبعا لاولادنا، وحتى الفرق اللي ما خدتش البطوله ببارك لهم على الاداء، وحتى اللي ما لعبش ان شاء الله بنقول له في مهرجانات جايه وهيتشاف كويس، وان شاء الله هنقف على اولاد كورسين الولاد عندنا. من اول 2008 فيهم لعيبه مميزه، عمل مجهود كبير جدا زي ما حضرتك شفت. كل الفرق عندنا الحمد لله عملت مجهود كويس جدا، انا بشكرهم طبعا. وبشكر طبعا الكابتن محمود صالح، وبشكر الدكتور عمرو وكابتن خالد، وبشكر كل القطاع بالنسبه لنا. وبقول لهم طبعا بطوله كويسه، ونتمنى ان احنا نتواصل في البطوله ان شاء الله، واحتكاك كويس للولاد. وان شاء الله الولاد 2005 عندهم سفريه الشهر الجاي زي ما حضرتك عارف الامارات، بطوله قويه، وان شاء الله يعملوا اداء مشرف، وان شاء الله يرجعوا بالبطوله باذن الله. الاعمار بتتفاوت، الاجسام بتتفاوت، لكن هتلاقي في كل فرقه هتلاقي كده. دي مشكله كبيره جدا على فكره، في جميع الفرق في مصر كلها بتلاقي اللعيبه كده، فتيجي تتكلم يقول لك الولد ورقه سليم سنه سليم، فدي هي دي المشكله. لكن يمكن عندنا في القاهره عاملين حزم شويه، عاملين الولد اللي اتشك في سنه بيستبعد من البطوله على طول. حضرتك عارف ياخدوا الكارنيه اعتقد بيخرموا الكارنيه كده وبيخليه يلعب في مسابقه اعلى، فعايزين دي تطبق، لان برضو السن الكبير ما بيكملش او المسنة ما بيكملش في الكوره بس، بل بالعكس بيعطل الاولاد موهوبه كتيره جدا، وتلاقي الولد الموهوب جسمه صغير والمسنة زي ما حضرتك بتشوف ناس قويه جدا. لكن الحمد لله ان شاء الله الموضوع هيتقنن باذن الله. الحمد لله النهارده كسبنا المباراه بضربات الجزاء. المباراه ما كانتش سهله ابدا، فريق انبي فريق محترم، عملنا كل اللي علينا في المباراه، بدينا من اول مباراه في الدوره لحد اخر مباراه، الحمد لله ادينا فينا كويس. طبعا احنا لازم نتوقع اي حاجه تحصل في المباراه، كل واحد لما جه يسدد ضربه الجزاء ركز فيها، وحطيناها الحمد لله في الجون، والحمد لله كسبنا. النادي الاهلي دايما لازم نكسب في اخر دقيقه وفي ضربات الجزاء وفي اي وقت. النادي الاهلي لازم يكون في امل. الحمد لله ما خلص ضربه الجزاء قلت له معلش معلش يا رافض احنا هنكسب ان شاء الله، والحمد لله انا رحت وبعديه رحت مسجلها. احنا الحمد لله طبعا كسبنا النهارده انبي في ضربات الجزاء، وهي فرقه كويسه، بس احنا الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا على الفاضي، واجتهدنا وجبنا الحمد لله وكسبنا. وكابتن احمد سمير كان مبسوط، احنا يعني تعبنا فاحنا نستحقها، وفريق انبي يعني فريق قوي بس احنا برضو احسن منه، والاهلي متعود على الفوز دايما. الحمد لله احنا فوزنا على نادي انبي الحمد لله بركلات الجزاء، وادينا اداء كويس، ونادي انبي فريق قوي ما شاء الله، بس احنا النهارده كنا رجاله في الملعب وحاولنا نكسب وحاولنا نعمل اللي علينا، والبعد ربنا والحمد لله كسبنا النهارده بضربات الجزاء. البطولة 13 بصراحة ليها طعم السنة دي عن السنوات السابقة، ويمكن الطعم ده أو الحلاوة دي جت نتيجة وجود النادي الأهلي طبعا، أول الأندية اللي لبت دكتور عمرو أبو المجد اللي بنحيي تحية خاصة بصراحة، يعني ومش جديد عن دكتور عمرو. دكتور عمرو طول عمره سباق، وطول عمره راجل محترم، وطول عمره إحنا علاقتنا بيه علاقة جميلة. وخد بالك عايز أقول لك التنظيم اللي اتعمل ده نتاج يعني احنا تربينا على ايدين عمرو المجد، يعني ده حاجه من ضمن الحاجات اللي هو كان بيقدمها بشكل جيد.
بالنسبه للتنظيمات البطولات اللي بهذا الشكل. يعني تحيه لل 18 فرقه اللي شاركوا صراحه بشكل جيد. النقطه المهمه كمان احنا عايزين نحيي مجلس اداره نادي الصيد كابتن محسن طنطاوي ومجلسه، لما طلبت منهم صراحه ما تاخروش، قالوا لي بسرعه حاول انك انت تعمل جدولك بسرعه، وانك انت تطلب الفرق اللي انت قلت عليها. السنه دي محتاجين بطوله معظمها دوري ممتاز، فالحمد لله رب العالمين. بحيي اولياء الامور اللي موجودين معانا من بدايه البطوله اللي مشرفيننا بصراحه، وسند كبير جدا لاولادهم. بحييهم على التربيه، وبحييهم على الاداء، وبحييهم على السوء السلوك اللي كانوا موجودين عليه، والروح القتاليه والروح الرياضيه العاليه. عايز احيي طبعا جهاز التنظيم، المشرفين اللي معايا نبيل بعطيتي وعزت وجمال عبد الخالق نائب بتاعي، والمدربين المحترمين اللي انا ليه الشرف اللي بتولى المهمه معاهم، الامن والاداريين والجهاز الطبي والجهاز الاداري. بحيي كل واحد اشتغل في هذه البطوله ونجحها. دول ولاد النادي الاهلي بيتحطوا في مسؤوليه كبيره، بيبقوا عارفين ان هم قد المسؤوليه من هم ولاد صغيرين، عارفين النادي الاهلي فريق بطولات ما بيعرفش حاجه اسمها مركز تاني ولا تالت، وهي دي رجاله النادي الاهلي. الولاد بينفذوا بشكل جيد جدا، حاربوا حاجات كتير جدا، حاربوا اجسام كبيره جدا. مش عايز اقول يعني، مش عايز اتكلم من لعيبه، لعيبه ما شاء الله، انت شايف الاجسام عندي عامله ازاي؟ اجسام طبيعيه، ولاد 2005 حاربوا حاجات كتير قوي، وقفوا واتمرنوا كويس جدا الفتره اللي فاتت، وعارفين ان هم عندهم مسؤوليه. ان الاهلي دايما محطوط تحت ضغط ان هو بيكسب، بس محطوط دايما من سن صغير لسن كبير ان هم يكسبوا، ولكن هو سن صغير برضه الضغط النفسي والعصبي بيبقى صعب، ولكن دي فاروق بطوله الجمهوريه فيها انديه كبيره جدا ما شاء الله. يعني انا شايف البطوله في 2005 كان فيها الزمالك والمقاولين والقناه والاسماعيلي، واحنا كمان وقعنا في المجموعات مع فرق تقيله جدا، وصلنا النهائي مع فريق محترم، فريق انبي. كان فريق انبي فريق قوي، لعبنا قبل النهائي مع قناه حاصل على البطوله الموسم اللي فات، فريق قوي جدا في دور الثمانيه، ده مع قناه قبل النهائي مع الاسماعيلي فريق محترم. طينا الحمد لله بنتائج كويسه، والولاد ادوا بشكل جيد، وما شاء الله تبارك الله. انا ببارك لهم وبقول لهم انتوا ولاد رجاله، وهم دول ولاد النادي الاهلي. طبعا بنبارك لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي برؤسهم الكابتن محمود الخطيب، وطبعا بنبارك للدكتور عمرو ابو المجد رئيس القطاع على الدعم الكبير اللي هو قدمه لنا في دوره نادي الصيد وعلى مدار السنه في المهرجانات، مهرجان القاهره. طبعا ببارك للكابتن احمد سمير والكابتن تامر حفني والكابتن محمود صالح على التفوق مواليد 2005 في البطوله، والحمد لله بنحمد ربنا يعني على الاحتكاك كويس مع جميع الفرق. شرفنا طبعا السنه دي بنادي الاسماعيلي ونادي القناه ونادي التخليه والشرقيه وانبي والزمالك. مش عايز انسى طبعا اي فرقه من الناس اللي موجوده. طبعا بشكر الكابتن ماهر همام والكابتن جمال عبد الخالق والكابتن محمد بدوي وكل اللجنه المنظمه. دوره على اعلى مستوى، تنظيم على اعلى مستوى، الناس احتفال باهر بالنادي الاهلي. مصر مستفيده بيها والنادي بتاعي مستفيد بيها. يعني انا سعيد جدا ان انا بعمل حاجه لبلدي. بدات الافكار تتغير في قطاعات كتيره من الانديه. بتبحث عن بطوله، ابحث عن النهارده فرقه فيها مثلا خمس مميزين، في اخر الموسم عايز الخمسه دول ثمانيه، الموسم اللي بعده عايز، يعني هي دي ده تشتغل على هذا الكلام. الحقيقه هو نادي الصيد طبعا دي مش اول دوره ان هو طبعا يعملها، نادي الصيد متعود على الدورات دي من زمان الحقيقه، واحنا بنسعد باستضافه كل الفرق اللي بتيجي تشارك في هذه الدوره الحقيقه، واحنا على استعداد دايما ان احنا يعني نحسن كمان من كل مرة، يعني نحسن من استضافتنا ونحسن من مستوانا ونحسن من خدماتنا. الحقيقة اللي احنا بنسعد بهذه الدورة، ويعني ودي تعتبر من انجح الدورات اللي انا شفتها الحقيقة على مدار عمري في نادي الصيد. احنا معنا دورات ناجحة كتير قبل كده، بس هذه الدورة دورة يعني انا سعيد بيها جدا، وسعيد بالمستوى الولاد اللي موجودين من 9 سنين 13 سنة. الحمد لله رب العالمين. دورة يمكن كل سنة بتتعمل والناس بتبقى مستنيها، واحنا كمان بنبقى مستنيين التجمع ده دايما. دورة طلعت نجوم كتير 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 من السنين اللي فاتت، والنهارده شفنا يمكن مواهب كتيرة جدا من كل الفرق المميزة، الاهلي، الزمالك، الصيد، الانتاج، المقاولين، ناس فرق كلها مميزة، وان شاء الله يا رب المواهب دي تكون يعني قوام المنتخبات القومية ان شاء الله السنين الجايه ان شاء الله.
الحمد لله قدينا بشكل كويس وعملنا شغل جامد في 2007 بس ما كانش فيه امل وخرجنا من 2007 بس انا خدت الهداف. علي احمد جمال 6 اهداف من نادي الزمالك. طبعا الحمد لله نشكر الكابتن احمد سمير، وطبعا كان في توفيق من عند ربنا، بس فرقه امبري فرقه قويه جدا، ويعني كانت كل ما تقابلنا بتسد معانا وبتكسبنا في الاخر 1-0. فرحنا النهارده في البطوله، وقفنا قدامهم ودفعنا والحمد لله كسبنا. الحمد لله احنا تعبنا عشان البطوله دي، والحمد لله يعني جالنا اللي احنا نستحقه منها، ويعني طبعا فريق انبي فريق محترم وفريق يعني سد معانا، بس الحمد لله يعني عشان تعبنا وعشان تعب الجهاز والعمال ويعني النادي الاهلي فوزنا بالمباراه. الحمد لله على كل شيء، بس يعني في الاول ده فضل من عند ربنا، والحمد لله يعني اللي انا تعبت عشان كده ربنا عطاني وخلاني حلو الحمد لله النهارده. الحمد لله يعني احنا النادي الاهلي خدنا البطوله النهارده، فريق نادي انبي فريق محترم طبعا، بس احنا طبعا النادي الاهلي متعودين على البطوله، وكابتن احمد سمير قال لنا ما تنزلوش تخافوا، البطوله دي ما تروحش في حته تانية، البطوله دي مكانها في النادي الاهلي كالعاده. يعني احنا تعبنا مع الكابتن، الكابتن كان بيقول لنا وبيحفزنا، وطبعا الكابتن كل مجتهد النصيب طبعا، ان احنا تعبنا واجتهدنا في مباريات وربنا يعني بيوفقنا في كل مباراه يعني الحمد لله. يعني الحمد لله ان احنا كسبنا، كابتن احمد اشتغل معانا كتير قوي، اهم حق يعني احنا كنا فرحانين قوي ان ام بي دي كانت يعني معظم الماتشات كانت بتكسبنا، فاحنا اللعيبه النهارده ادوا احسن اداء عندهم عشان كده كسبنا. بصراحه كابتن احمد كان محمسنا كتير قوي، وكان يعني كان عمل كل مجهوده معانا عشان الماتش ده بالذات وناخد البطوله دي بالذات. الحمد لله احنا كسبنا بطوله، وماتش النهائي كان ماتش صعب، وماتش برده الاهلي وماتش الاسماعيلي، والحمد لله كابتن احمد سمير كان بيحمسنا وهو كان خلانا كان سبب رئيسي ان احنا نكسب البطوله. اول حاجه اشكر الكابتن واللاعبين على 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 المجهود اللي بذلوه، مجهود لا يوصف. ادي البطوله دي للاعبين وكابتن احمد سمير.